اللي ممكن يكون بالنسبه لكثير من الاهلاويه مفاجاه. سيفي الراجل من اول ما وصل الحقيقه بيقول انه مدرب تقيل ومدرب محترم، وعلى مستوى السيفيهات وعلى مستوى المناصب اللي تولاها وعلى مستوى الارقام اللي حققها مع الانديه او المنتخبات اللي تولى مسؤوليتها بتقول انه مدرب كبير، لكن مش كل المدربين الكبار ممكن ينجحوا بسرعه على اقل تقدير، في مدربين كبار محتاجين موسم او اتنين عشان تقدر تقول انه التجربه اكتملت ملامحها، تقدر تصف انه التجربه دي ناجحه ولا لا. في مدربين كبار من الاول خالص واضح انه مفيش انسجام، مفيش تفاهم، مفيش قدره على الاستيعاب، مفيش قدره على الانجاز، وبالتالي ممكن اقول لك اسماء مدربين كتار مش بس جم اشتغلوا في الاهلي، جم في مصر وما حققوش نتائج، اخرهم مثلا كيروش على مستوى المنتخبات ما تقدرش تقول انه كانت فتره عظيمه جدا، او حتى على مستوى الانديه. لكن ان مدرب ينجح بهذا الشكل ويصل الى حد يعني الليفل اوف بيرفكشن او مستوى الكمال اللي انت كنت متوقعه منه في اول مواسمه مع النادي الاهلي، دي محتاجه وقفه. تفوق كولر على مستوى الالقاب، كل البطولات، كل الالقاب اللي دخلها استطاع ان هو يحسمها للنادي الاهلي في اول المواسم، واول موسم دايما هو اصعب موسم، الموسم اللي ما استكشفش فيه الفرقه على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، الموسم اللي اضطر فيه انه يتعامل مع الفريق كامر واقع، ما كانش عنده الادوات انه يغير، الموسم اللي الفرصه دايما بتبقى فيه ضيقه لفكره انك انت تعدل او انك انت تدخل او انك انت توصل او انك انت تفهم حاجه جديده، بيبقى ده متاح بس مش بشكل كامل، على عكس تماما لما نتكلم على تاني او تالت موسم، بالاضافه طبعا للملف الاهم وهو اختيار العناصر القادره على انك انت توصل بفرقتك لافضل مستوى ممكن، حتى دي لم تتاح لكولر بشكل كامل. يتميز الحقيقه مارسيل كولر بشكل موضوعي جدا بقدرته على التحضير الجيد والقدره على تطوير المستويات سواء بشكل فردي او جماعي، وده كجمهور احنا حسيناه، مش محتاجين نسمع اراء خبراء او محللين عشان نحس بالفارق في مستوى اداء النادي الاهلي وحتى بصرف النظر عن الالقاب والبطولات. ويتميز كولر كمان حقيقه بمستوى عالي جدا في اداره المباراه، سيناريو او ملف اداره المباراه دي واحدة من أكتر عوامل نجاح المدربين، ودي واحدة من النقاط اللي أجاد فيها كولر بشكل كامل. هل الحلقة عن كولر؟ لا، مش عن كولر طبعا، عن نادي الأهلي وعن مشواره. الأهم بالنسبة لي هو كيف يستطيع مارسيل كولر مواصلة مشوار النجاح، وخصوصا في فترة تحقيق الإنجاز الأهم والأصعب وهو بطولة دوري الأبطال. منتخب مصر كمان هيكون حاضر معانا، أخبارنا وتفاصيلها هتكون معانا ومع حضراتكم طبعا في السادسة، لكن بعد فاصل سريع.